لا ما في الا احنا الثلاثه وواحد مصري وبنت سورية. وبنت سوريه 18 سنه وطفله سوريه عمرها سنتين. احنا الست اشخاص اللي وصلنا لليونان. بعد هيك ما فيش، ما عرفناش ايش صار حتى في لحد حد يعني لحد اليوم ضايف المية، طلع من المية، وصل اي خبر، طلع دوله ثانيه، ما بنعرف الكلام. نعم اخ شكري، عندك اي اضافه عن معلومه زياده ممكن يفيدوا فيها اخواننا؟ والله ما في ولا حاجه يعني احنا